عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي في الله، كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم من جديد في هذا الفيديو اللي كنتمنى يلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة بطبيعة الحال، مع أخي الأخبار وأخي المستجدات. من بين أهم الأخبار اللي غنطرقوا لها اليوم إخواني أخواتي، هو أن إسبانيا كتعترف، علاش ما بغاتش تعترف بمغربية الصحراء. قبل ما ندخلوا للتفاصيل ديال هذا الموضوع، كنتمنى منكم إخواني أخواتي تبارطاجيو وتلايكي بقدر المستطاع باش تعم الفائدة، وكذلك باش تكون استمرارية. واللي أول مرة تدخل هذه القناة وبطبيعة الحال يعني عجبه محتوى ديال عالم إسكا، ما يبخلش عليا بالاشتراك ويفعل الجرس باش ديما توصل بالجديد. وما ننساش كذلك المتتبعين اللي دائما داعميني ودعمين للقناة ديالي، سواء باللايكات سواء بالتشجيع سواء بالدعم، الله يجازيهم بالخير. على بركة الله إخواني أخواتي، غادي ندخلوا صلب الموضوع. هنا إخواني أخواتي، الرفض ديال إسبانيا أنها تعترف بمغربية الصحراء، السبب ديالو الإخوان عن طريق يعني المصدر ديالو هو صحيفة الموندو، السبب ديالو هو ماشي أنها عندها رغبة أنها توقف يعني ضد المطالب المغربية، أو أنها عندها حنين للماضي الاستعماري ملي كانت يعني الصحراء مقاطعة إسبانيا، ولكن السبب ديالو أو السبب ديال هذا الرفض هو في إطار آلية الدفاع. يعني إخواني أخواتي، الخوف ديال إسبانيا من انها تعترف بمغربية الصحراء ماشي هو انها يعني بغات توقف ضد المغرب، وانما السبب ديالو هو في اطار الدفاع، آلية الدفاع. ووضحت يعني لنا هذه الصحيفة الإسبانية ان اسبانيا خايفة او يعني تخشى انها في حالة الاستسلام للضغوطات والمطالب المغربية، وكذلك يعني الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء، يعني هذا الشيء غادي يؤدي ذلك يعني في المستقبل القريب الى مطالبه الرباط او مطالبه المغرب باسترجاع سبته ومليليه اللي كاينين في شمال المغرب. خاصه اخواني اخواتي، يعني اللي زاد لهم الخوف نهار يعني صرح سعد الدين العثماني منذ شهور يعني قليله يعني في ديك القناه ديال الشرق، صرح وقال بانها غادي يجي نهار غادي يتم فتح فيه ملف ديال سبته ومليليه، يعني المغرب عازم انه يفتح هذا الملف ديال سبته ومليليه. وهذا هو الخوف اللي كاين عند اسبانيا، هو انها الا اعترفت بسياده المغرب على الصحراء غير غادي يكمل من الصحراء، يعني المغرب يعني غادي يفتح الملف ديال سبته ومليليه. وكذلك يعني قالت واحد المصادر من الحكومه الاسبانيه انها في حاله لا تمكن المغرب من ضم الاقاليم الصحراويه باعتراف رسمي دولي، فان الخطوه التاليه او الخطوه الثانيه ستكون هي سبته ومليليه. وهذا الامر اخواني اخواتي هو اللي كترفض مدريد، وبالتالي فان افضل سيناريو يعني افضل سيناريو اللي غدير اسبانيا باش تجنب هذا يعني تجنب يعني هذا المشكل هو ابقاء قضيه الصحراء معلقه يعني في ايادي الامم المتحده، يعني الى حين الوصول الى اتفاق بين جميع الاطراف المعنيه. اضاف اخواني اخواتي يعني المصدر الموندو صحيفه الموندو ان اعتراف يعني الولايات المتحده الامريكيه تحت قياده دونالد ترامب بسياده المغرب او بسياده المملكه المغربيه على الصحراء خلق واحد المشكل كبير، مشكل حقيقي لاسبانيا. الا ان الوضع يعني مع الحكومه الامريكيه الجديده كيبدو يعني مختلفا نوعا ما، حيث يعني صرح بلينكن أن إدارة بايدن لن تكون استمرارا لسياسة الإدارة السابقة. تفحص على حل يرضي جميع الأطراف المعنية في نزاع الصحراء بما فيها إسبانيا. هنا إخواني أخواتي، إسبانيا عندها واحد الأمل صغير، يعني أن ممكن الإدارة الجديدة أو الإدارة الجديدة ديال جو بايدن أنها تغير يعني القرار اللي كان داير يعني دونالد ترامب. ووفق يعني ومصادر الموندو إن فإن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز اليوم إخواني أخواتي غادي يلتقي مع نظيره الأمريكي جو بايدن في بروكسل، وفي إطار يعني قمة أعضاء حلف الناتو، مشيرة إلى أن هذا اللقاء غادي يكون فرصة للتعارف بين الرئيسين، يعني التأكيد على أنهم يعني غتكون احتمالية أنهم غادي يناقشوا القضية ديال الصحراء، لكنها يعني اكدت على اهميه اللقاء يعني غادي يكون ما بين الرئيسين اللي غادي يتم يعني الاعلان ديال هذه القمه لسنه 2022 ستكون في اسبانيا، وهي خطوه ايجابيه للبلاد. اما فيما يخص يعني الازمه المتواصله مع الرباط، يعني قالت الصحيفه المذكوره ان اصحاب القرار في مدريد هم صابرين يعني مع هذه الازمه، وكيقولوا يعني اننا غادي نصبروا باش نتجاوزوها، مشيره الى ان التصريح ديال بيدرو سانشيز في كوستاريكا يعني يوم الجمعه الماضي، حيث قال بان تجاوز الازمه بين البلدين والتطلع الى المستقبل، يعني دعا بيدرو سانشيز انهم يتجاوزوا يعني هذه الازمه يعني ما بين المغرب واسبانيا ويتطلعوا الى المستقبل، حيث ان ما يجمع المغرب واسبانيا اكثر مما يفرقهما حسب تصريح سانشيز. هذا وتجدر يعني الإشارة إلى ما قالته يعني الصحيفة الموندو
قد أشارت إليه يعني العديد من التقارير الإسبانية السابقة، حيث كشفت بأن هناك يعني اعتقاد سائد في الأوساط الإسبانية الحاكمة في مدريد أن انتهاء المغرب يعني من مشكلة ديال الصحراء، يعني المشكلة ديال مغربية الصحراء غادي يتجه بالأنظار ديالو، يعني يتجه المغرب بالأنظار ديالو مباشرة إلى سبتوميليا، حيث لا تعترف الرباط بسيادة إسبانيا عليهما، وكتأكد على أن المدينتين مغربيتين محتلتين إلى جانب عدد من الجزر التي تحتلها إسبانيا. واني اخواتي يعني اسبانيا كتعلن بان يعني الخوف ديالها هذا يعني كخوف من اسبانيا ان في حاله الى اعترفت بمغربيه الصحراء يعني الاتجاه او الانظار غادي يتحولوا لسبته ومليليا. هنا الصحف الإسبانية علاش يعني بدات كتخرج هذا الموضوع او هذا الخبر العلني باش المغرب يعني يجاوبهم ويقول لهم بان يعني في حاله الى اعترفتوا بالصحراء يعني انا غادي ننسى سبته ومليليا. هذا هو الهدف اخواني اخواتي ديال اسبانيا، الهدف ديالها هو الرد ديال المغرب من هذا الخبر، يعني المغرب خصو يجاوبها يقول لها يعني لمقابل يعني مغربية الصحراء او الاعتراف ديال اسبانيا بمغربية الصحراء مقابل يعني مقابل سبته ومليليا. هذا هو الشيء اللي كتبحث عليه اسبانيا او الشيء اللي خايفه منه، خايفه ان المغرب يعني غادي يعترف او يعني غادي يكمل السياده ديالو الصحراويه وغادي يرجع لعندها سبته ومليليا، وهذا هو المشكل او هذا هو مناش خايفه. لهذا اخواني اخواتي يعني الصحف إسبانيا كاملة صحف دبلوماسية ومصادر يعني موثوقة ومصادر دبلوماسية هي اللي حط هذا الخبر، حط بأن السبب ديال الرفض ديال إسبانيا أنها تعترف بمغربية الصحراء لأنها إخواني أخواتي كيقولوا بأن يعني ما عندهاش مشكل أنها تعترف مغربية الصحراء، وإنما الخوف ديالها أنها حيت غتعترف بمغربية الصحراء الاتجاه ديال المغرب غادي يرجع لسبته ومليليا. وهذا هو إخواني أخواتي يعني كتنتظر يعني واحد الجواب من المغرب يعني باش بحال يعطيها الضوء الأخضر، يعني يقول لها يعني لا اعترفتي بمغربية الصحراء يعني سبته ومليليا ما غاديش يعني ما غاديش نطالب بهم. هذا هو إخواني أخواتي الموضوع ديالنا، كنتمنى يكون فيه الإفادة والاستفادة، كنتمنى منكم أنكم تبارطاجوا هذا الفيديو واللايكات ديالكم إخواني أخواتي مهمة ومهمة بزاف، واللي اول مره يشوف هذه القناه وبطبيعه الحال يعني يعجبو المحتوى ديال هذه القناه ما يبخلش عليا اخواني اخواتي باللايك وما يبخلش عليا بالاشتراك ويفعل الجرس باش ديما يتوصل بالجديد. وتحياتي لكم اخواني اخواتي وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.